بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في موقع الدارين تقديم هذا الفيديو لتوضيح عملية الاشتراك في الموقع. في البداية نقوم بالدخول على الموقع www.aldarain.com. سنجد هذه الصفحة الرئيسية للموقع. لتسجيل الدخول قم بالضغط هنا أو هنا. عند الضغط ستفتح صفحة جديدة، ستطلب بعض المعلومات. قم بكتابة اسمك الأول وكتابة بريدك الإلكتروني. والآن قم باختيار الاسم الذي تود استخدامه في حالة الدخول إلى الموقع. قم بكتابة الباسورد الذي توده. قم بالموافقة على الشروط. الآن اضغط تسجيل. بعد الضغط على التسجيل سيتم إرسال رسالة إلى إيميلك الشخصي تؤكد تسجيلك على الموقع. بعد تأكيد وصول الرسالة على الإيميل يمكنك الآن دخول الموقع. قم بتسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم الذي قمت باختياره عند التسجيل والباسورد المستخدم، وقم بالضغط على تسجيل الدخول. يمكنك الآن التسجيل في أحد الدورات كمثال. الدورات الموجودة الآن وهي 7 دورات، يمكنك التسجيل في أي منها. هذه دورة مسجل فيها بالفعل. عند دخول الدورة ستجد المحاضرات والدروس التي سيتم المحاضرة فيها في كل محاضرة وعدد المحاضرات. أيضا ستصلك رسالة عبر إيميلك مع كل تذكير بكل محاضرة. كمثال لهذا، يمكنك التسجيل في أي دورة من الموجودين في الوقت المحدد للتسجيل، كما يمكنك تعديل ملفك الشخصي أو رؤيته.
من خلال تحرير شكرا لكم على حسن استماعكم. السلام عليكم.